معركة حامية الوطيس اندلعت في سهل عين جالوت الفلسطينية بين بيسان ونابلس في 25 من رمضان عام 658 من الهجرة، 3 من سبتمبر عام 1260 من الميلاد، بين جيش المماليك بقيادة سيف الدين قطز وجيش التتار المغولي الذي يقوده كتبغا. في مقدمة جيش المسلمين كان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس وجنود أنصار يوسف الأيوبي الذين فروا من دمشق طلبا لمساعدة المماليك. دارت رحى المعركة وفق خطة محكمة بين قطز وبيبرس، قامت على إيهام التتار بضعف جيش المسلمين والتظاهر بالهزيمة ثم الانقضاض على العدو ومحاصرته. أحاط جيش المسلمين بالتتار من كل جانب بعد نزوله من خلف التلال إلى ساحة المعركة. أغلقت فرقة من المماليك المدخل الشمالي لسهل عين جالوت واحتدم القتال بين المغول والمسلمين، وطفق قطز يستنهض همم رجاله مرددا وإسلاماه وإسلاماه، تعبيرا عن الخطر الداهم الذي يهدد الإسلام وأهله. في تلك الأثناء تمكن جمال الدين آقوش الشمسي أحد أمراء المماليك من قتل قائد التتار كتبغا. دب الذعر في صفوف التتار ففروا من المعركة يتعقبهم جيش المسلمين حتى وصلوا إلى مدينة بيسان. هناك دارت معركة حاسمة كانت الغلبة فيها للمسلمين. أبيد جيش التتار عن بكرة أبيه، ارتفعت راية الإسلام وهوت راية التتار. حطمت عين جالوت أسطورة المغول وبددت الهالة المرعبة التي أحاطت بهولاكو وجيوشه منذ اجتياحهم البشع لحاضرة الخلافة العباسية وتحالفهم مع الصليب للاستيلاء على الشام وبيت المقدس. معركة مصيرية أنقذت الحضارة الإسلامية من خطر الدمار والإبادة على يد المغول، قلبت الموازين لصالح المسلمين وأوقفت زحف المغول المدمر نحو مصر وشمال إفريقيا.